حضرك بالعزاء عد فاطمة دين توفيك بمماتك توفيك بمماتك اي اذا ما لك علاقة ويا الحسين اذا ما لك علاقة ويا الحسين شو تفيدك صلاتك صدقني عظيمة دمعة العين تغفر سيئاتك اي معجزة الخدام تظهر بقيامه قول معجزة الخدام تظهر بقيامه اي وقت الخوف انت تشوف الخير كله الخير كله يا من يا من ايدك ايدك ارفع اخدم واترك الغير يا مكدر انت حسين الخير كله خدمة حسين الخير كله خدمة حسين من هالمنبر اسمع هالنصيحة خلي النوح طبعك عالمظلوم عندك خلي صيحة والزهرة تسمعك إذا ما طايف حسيني بضريحة إذا ما طايف حسيني بضريحة يا حج اللي ينفحك قول يا حج اللي ينفحك الله يبارك بزاير ذبيحة وحسين اللي يرفعك وحسين اللي يرفعك هلا أجري لزار مرة شنو؟ ألف عمره أجري لزار مر حجة حجة وألف عمره يمكن تصريح مكة تصيح الخير كله بخدمته ألا الخير كله بالآية المبين مشي بيناته انت بسيرة تلقاه بدرة ثمينة بدرة ثمينة اي مشى يعتني واصرخ حسينة مشى يعتني واصرخ حسينة حسين مولاه بإشكال دينه اسمع اي جبريل بعظمته خادم يما شفته اي جبريل بعظم خادم يما شفته اي هالمرسول هو يقول شو يقول الخير كله بخدمته هلا الخير كله يا من رايد الخير اخدم واترك الخير يا من رايد الخير اخدم واترك الخير يا من زين عند حسين وخير كل
جهنم منا تبرد إذن شنهو الثواب اللي ينفق المال في خدمة العترة في خدمة العترة إذا تنطي لأبو سجاد مثقال يرد الصاع عشرة يرد الصاع عشرة أي غنيم حسين هذا واقع الحال وإحنا اليوم أبو سجاد ما يحتاج واحد أبو سجاد ما يحتاج واحد أي كل الكون يعرفون الخير كله بخدمته الخير